الفن التشكيلي بشكل عام هو عالم كبير ومتنوع. اليوم رح نتحدث عن نوع من أنواع الفنون اللي نوعا ما جديدة، اللي هو فن الريزن. فن الريزن بيجمع بين الذائقة البصرية والحرف اليدوية. الفنان المبدع ريما الإبراهيم متواجد معنا في استوديو يوم جديد مع أعمالها الإبداعية الرائعة لنتحدث عن شغفها في هذا المجال. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك ريما. صباح الخير. كيف صباحك؟ تمام الحمد لله. يعني ما شاء الله حلوة وقمر ومنتجاتك بتجنن. بداية في كتير ناس ما بيعرفوا شوي عن فن الريزن، فبنحب في البداية نتعرف على هذا النوع من الفنون للمشاهدين اللي ما بيعرفوا شو هو فن الريزن. تفضل. أكيد مادة الريزن، هاي فن الريزن صارت حديثة جدا هالأيام. وفن الريزن هي يعني مادة كانوا يستخدموها تستخدم بالبناء، بصنع البلاط، بصنع أشياء يعني قريبة على البناء والبلاط وهاي الأشياء. ولكن هاي الأيام دخلت إلى عالم المودرن الحديث، إنه صارت تفوت بشغلات كتير، بتعملي فيها لوحات فنية، تحف فنية، شغلات فنية. فتطورت كتير هاي المادة وصلنا نفوتها بشغلات الارت. كتير حلو. رح نحكي كتير عن تفاصيلها وعن الأدوات اللي لازم تكون متوفرة معنا وكيف لازم نعمل هالأشياء الحلوة. بس لفتني شغلة كتير حلوة، أنه أنت توجهك الأكاديمي بشكل عام حول الموارد البشرية والتسويق. ليه اتجهتي للفن وكيف قدرتي توفقي بين تخصصك الأكاديمي وهاي خلينا نحكي الحرفة الإبداعية؟ أنا الباكراوند تبعي بالتسويق وبالHR، ودائما كان عندي هيك شغف للفن. حلو. بس كنت ملهيه طبعا انه كان ماخذني الشغل والدراسه تبعتي، يعني شغلي اللي هو بالماركتنج والاتش ار. فبفتره الكورونا لما وقفت شوي الحياه طلعت على هذا الشيء وصار عندي فراغ اني افوت جوا، يعني افوت بداخل علم الفن. وصرت أشوف كتير فيديوز، وصرت أشوف كتير شغل لناس على اليوتيوب للريزن آرت. وبعدين بلشت أني أشتغل فيه، أخذت كتير دورات أونلاين. حلو. وبلشت أشتغل فيه وحسيت أنه هو عبارة عن فن، يعني هو عبارة عن ذوق، يعني it's easy، مش كتير صعب، بس أنه الواحد بده يركز فيه، يتعلم أكثر. صح. عنه، يحط أشياء يعني الذوق تبعه بقلبه. حلو. قدي صار لك تقريباً بهذا المجال؟ مش كتير، صار لي تقريباً 7 أشهر. يعني من بداية جائحة كورونا خلينا نقول. فقدي كورونا ساعدتك بأنه تعطيكي وقت؟ كتير، لأنه أنا يعني مقيمة بين البحرين والأردن. فبهاي الفترة أنا كنت هون بالأردن. حلو. وكنت بعيدة عن حياتي وأجوائي وشغلي والحياة الروتينية. صح. فأخذت هاي الفرصة أني أشوف شغلة أنا بحبها. بس معقول يعني بهالفترة البسيطة أبدعتي كل هالإبداعات؟ إذا ممكن ماجد تورجينا المنتجات اللي موجودة عندنا على الطاولة. بصراحة الفن رائع وراقي وفعلا منتجات حلوة. بغضون 7 أشهر قدرتي تبدعي هذا الإبداع، ما أروع كريمة. طيب الأدوات اللي لازم تكون متوفرة عندك لتعملي هالقطع؟ طبعا هي أول إشي مادة الرزن. مادة الرزن أنا بحب أحكي معلومة أنه مادة الرزن هي مادة صمغ موجودة بشجر السنوبر. حلو. فهيك اكتشفوها، وبعدين زي ما قلت قبل انه هي صاروا يستخدموها بالبناء، وبعدين صاروا التجهوا يدخلوها بفن الرزن والبالارت. فالمواد اللي هي لازم تستخدم هي أول إشي مادة الرزن، ومعها مقصي اللي هو مصلب. فلازم تخلطي المادتين مع بعض، بيصير في احتكاك كيميائي بين المادتين، وبتتكون عندك مادة صلبة اللي هي هاي المادة. طب سؤال، الأفكار متنوعة أنا شايفة هون عندنا في الأشياء اللي أنت عملتها ومصنعتها، من وين تستلهمي أفكارك؟ يعني هاي الأفكار وهاي التصاميم هل من قبل خلينا نحكي الأشخاص اللي بطلبوا منك مثلا قطع معينة بيقولوا لك إيش هم حابين، صينية، حابين كوستر، فبتصممي على هذا الأساس، أو في مثلا نوع يعني أشخاص معينين بتستلهمي منهم هاي الأفكار وهاي الأشكال؟ بصراحة عشان أطلع بفكرة حلوة وجديدة وجديدة، فأنا يعني بتأنى قبل ما أعمل القطعة. بحب كتير أتفرج على الإنترنت. حلو. بحب أشوف أشغال ناس في أنا عندي، يعني بطلع عليهم إنهم شغلهم حلو ومرتب، فباخذ ايدياز وبعدين أنا بحط التاتش تبعتي. يعني حلو. بصير إنه كل ما تتفرجي أنت أكتر، كل ما بيجيكي أفكار أكتر، كل ما بدك تطوري بالقطعة أكتر، بتحطي يعني السيجنتشر زي ما بقول تبعك. فأنا كتير بحب، أنا من النوع اللي معروفة يعني كتير بحب الألوان
يعني اللي بتبرق، بحب الذهبي والفضي يعني بحب هاي الاشياء الشايني كثير، فكتير بستخدم ورق الذهب او الورق الفضي الحجار بالكوليكشنز تبعتي. هاي ممكن نحكي عنها صينية مزبوط؟ مزبوط. ممكن يعني نقدم فيها مثلا، اذا ممكن نشوف الصينية دي هون قد ايه حلوة ونعومة هيك، نعمة وبسيطة وما فيها عجقة يعني، فيها فعلا فن يعني، تمويشة الألوان، تمويشة اللون الأخضر عن جد روعة، أنا كتير حبيت عن جد. أنا يعني يعطيك ألف عافية. الله يعافيكي. Thank you. طيب ريما، مثل هيك نوع من القطع الحلوة أكيد في يعني أشخاص كتير بتفاعلوا معها، احكي لي كيف التفاعل أو كيف الناس استقبلت هذا النوع من الفن وهذا النوع من القطع، كيف حسيتي تقبلهم لهذا الفن؟ بصراحة أنا أول ما بلشت أعمل قطع صغيرة زي تشيز بوردز كوسترز، فشفت إقبال كتير على هذا الموضوع، فصاروا يقولوا لي كتير حلو واعملي كمان واعملي لنا يعني العيلة والأصدقاء. حلو. أنا بدي منك تشيز بورد، أنا بدي منك كوستر، أنا بدي منك صينية، فبلشت أعمل يعني صار عندي ثقة أكتر بحالي وبلشت أني أعمل أكتر وأكتر. بعدين طلبوا مني أني أصير أنه أعلمهم، فطلعت فكرة الوركشوب، صرت أعمل ورش عمل. مزبوط. فصرت عاملة 3 ورش عمل بالأردن، صلي 3 أسابيع ورا بعض كل سبت بعمل، وكتير يعني كل ما اشتغل في بالشغله اكثر كل ما قاعده عم يعني ببدع فيها اكثر، كل ما بصير عندي كونفيدنس اكثر. ثانك يو. فعلا بنفتخر فيك لاني حبيت احكيهم. هدول اكشلي تيبل توبس، هدول طاولات بس لسه يعني عم بشتغل عليهم، بس حبيت اني اجيبهم اليوم افرجيهم انه لسه هدول بدهم اول شيء حف حوالين الحواف وبدهم ستاند، انا مفصلت لهم اجرين بس حبيت اني اجيبهم افرجيهم انه هدول ممكن يكونوا صواني او ممكن يكونوا طاولات حتى. طاولات بس هي احلى بطاولات وهي تو ليفلز بتنعمل، فكنت حابه اني اجيبهم يكونوا ريدي بس اتليست انه بدي افرجيكم شغلي. يعني مثل الصوره اللي عندنا على الفيديو وول هي عملتي هاي القطعه كصينيه. مزبوط. حطيتي لها ايدين لتكون صينيه وممكن كمان بنفس الوقت تكون طاوله. لا هي هاي بس صينيه، هاي صينيه مش نفس القطعه اللي هون بس هاي انا عاملتها. مزبوط اللي حكيتي، هي انا عاملتها هاي ماتشنج يعني طقم مع الصواني أوكي. مع حلو. الطاولات حلو. فهاي صينيه ممكن تستخدم لفنجين قهوه، ل ديسبلاي كاندلز، يعني فيكي تستخدميها باي طريقه. حلو. بتحبي ريما، بما انك انت متخصصه في مجال التسويق والاتش ار بشكل عام، اكيد عملتي خطه لتسويق منتجاتك صح؟ مزبوط. احكي لي كيف، عشان في كثير سيدات عندهم افكار لمشاريع مثل هيك او مبدعين في مجالات معينه بس بيواجهوا صعوبه في موضوع التسويق وخاصه في المحافظات بشكل عام لانها غير نشيطه اقتصاديا، فانت هون يمكن بعمان عم بتقولي انت بين عمان وبحرين. مزبوط. فيمكن الجمهور المستهدف بالنسبه لك سهل انك توصلي له بس بده خطه معينه، فتحكي لنا عن هاي الخطه لحتى كل السيدات يستفيدوا منك كشخصيه ملهمه لهم. يعني انا من تجربتي اذا اي حدا عنده شغف لشغله لازم انه يعني يسعى وراها. صح. لانه الواحد لازم هيك يعني يكون عنده ثقة بحاله، لأنه أنا ما كنت أتوقع أصلاً يوم من الأيام أني أتحول من البزنس يعني أني أخذ هذا اللاين اللي هو الأرت والفن الرزن. بالبقلك على كل ثانك يو. فماركتينج طبعاً لازم تعملي يعني من أنا كيف أنا مثلاً الإكزامبل تبعتي أنه أنا بلشت أعمل قطع لأصدقائي لصحباتي للعيلة، بلشت أعمل بيسز كتير أحطها كتير على الإنستغرام لأنه هاي الأيام صارت السوشيال ميديا عنصر أساسي في التسويق، يعني أي حدا إذا بده يشتري إشي بده يعني يتجه لأي شيء على طول بروح على طول بفتح الإنترنت والإنستغرام. صح. فلازم صح. الواحد يكون أكتيف على الإنستغرام. صح. يحاول يعمل بيجز وصور، ينزل صور وفيديوز عشان الناس يعني تعرفه. صح. وهي بتاخد وقت. وصلتي لشريحة كبيرة وراضي عنها اليوم أو حاسة إنه يعني بدك تنتشي أكتر أو توصلي أكتر على يعني لوين طموحك ممكن يوصل في هذا المشروع؟ بصراحة أنا يعني شخصيتي من النوع اللي كتير هيك هادية ويعني دايما بقول زي ما تيجي الأمور تيجي، يعني بحب أكون ريلاكس بالأمور عشان إذا ما زبط اللي أنا بدي إياه يعني بقول خلص، يعني إنه الإكسبكتيشن تبعتي ما بحب أخليها كتير عالية. هذا الصح باي ذا واي. فالله يوفقك ريما. بدنا نحكي شوي عن القطع اللي عم نتفرج عليها على الفيديو وول، تحكي لنا شوي عن هاي القطعة.
هاي تشيز بورد، اوكي تشيز بورد، ومستخدمه فيها الالوان الميتاليكيه ميتاليك كلرز اللي هي الذهبي والاخضر شويه احجار. طبعا فيها دمج الوان اللي هي الخضار شيدز اوف خضاء، يعني الاخضر درجات الاخضر نقول، والذهبي. بتستخدم طبعا هي للمكسرات، للجبنه، لفواكه مجففه. هاي برضو صوره تانية برضو تشيز بورد. هاي كلياتها انا حاطه عليها كلها ريزن وعليها حجار وبرضو الورق الذهب. متوفرة القطع اللي بتحتاجيها أو الأدوات اللي بتحتاجيها لهذا الفن؟ موجودة كلها متوفرة. موجودة متوفرة. هي مواد على فكرة بسيطة، اللي هي ورق الذهب، المادة الرزن، كلها شغلات بسيطة. حتى أي ست ممكن بالبيت تستخدم الأشياء اللي عندها إياها وتحطها تدمجها بهاي المواد. ممكن ورد مجفف، حجار، أي شيء هي بتحبه ممكن تدخله. الحلو إنه هو بسيط جدا مادة الرزن، بس لما تشتغلي فيها الأوتكام تبعها كتير جميل وكتير حلو. بعدين هي مادة لما تتصلب ما بتتصلب تحت حرارة، هي بتتصلب لحالها بفترة زمنية معينة، وبعدين هي تقريبا مادة شبه البلاستيكية، قوتها قوة الزجاج، وملمسها كتير ناعم، فيعني ما بتتأثر بحرارة، لا برودة ولا حرارة ولا بتتأشر ولا إشي. طيب ريما، بشكل عام أي مشروع ببداياته صاحب المشروع بيواجه بعض التحديات، احكي لنا عن هالتحديات اللي ممكن واجهتك خلال فترة السبع أشهر. بهاي الفترة أنا فكرت، طبعا كل واحد بيطلع بفكرة ببلش يشتغل فيها، فبيفكر أنه يعني أنا بدي أكون سباق في السوق. ولكن شفت كتير في ناس ستات عم بيشتغلوا بفن الرزن. فالحلو، الشغلة اللي كتير حلوة بحب أحكيها، أنه أنا يعني كتير كنت مبسوطة من السيدات اللي موجودين اللي بيشتغلوا بهاي المادة، لأنهم كانوا كتير بيساعدوا كتير very helpful. وبالعكس بيعطوكي معلومات وبيعطوكي من وين تشتري المواد وبيعطوكي كتير معلومات. فأنا بقولهم كيف أنتوا عم تعطوني كل شيء؟ أنه أنا أوكي أنا بين البحرين والأردن، بس أنا كمان يعني إلي سوقي في الأردن، فبقولوا إحنا منساعد بعضنا، وكل واحد في النهاية إله سوقه، إله شغله، إله رزقته، إله يعني اتجاهه. فأنا حاجة كتير حبيتها، يعني كنت كتير proud أني أشوف هون الستات اللي بيشتغلوا بهاي الشغلة وعاملين businesses، كانوا كتير متعاونين، كانوا كتير يعني فاتحين مجال أنه يعلموا غيرهم، مع أنه إحنا عم نشتغل بنفس الشغلة. فهذا كان كتير حلو. فيعني في مواجهات، بس بنفس الوقت يعني هي أنه كل واحد بده يكون شوي different، كل واحد إله سوقه. فيعني هو بصراحة هذا الشيء يدل على شيء، يدل على ثقة بالنفس بالزبط. والثقة في المنتجات اللي كل ست بتعملها. ويعني بالآخر أنا بتمنى لك ريما كل التوفيق بهذا المجال، وأي حدا بده يعمل سيرش على إنستغرام ويلاقيك إيش يعني ديزاين روم. أوكي الإنستغرام تبعي كل الصور عندي إياها، ورش العمل اللي بعملها، يعني كل شغلي اللي بالسبعة أشهر موجود على الإنستغرام. بالتوفيق دائما، وشكرا كثير لك لوجودك معنا اليوم ريما الإبراهيم، أضفتي لنا هيك نوع من الفن الراقي والجميل، يعطيك العافية. بعد هالفقرة الفنية رح ننتقل معكم للزميل يوسف البشاقبي مرة جديدة. من صبح عليك يوسف، أهلا وسهلا فيك.